كلارنس نزلنا لكم بوكسين، واحد للبشرة الدهنية واحد للبشرة الجافة، وسعرهم بعد يجنن بنات، لا تفوتونه أبدا. اللي تريد محتاجه منظف وشي عناية بالبشرة تاخذهم، لا تفوتهم أبدا. أول شي هذا منظف للعيون بنات، طبعا منظف يكون قوي يشيل كل الواتر بروف والكحل اللي داخل العين بهذا المنظف. المنظف هذا بنات بس ترجينه تحطينه بقطنه تستخدمينه، اي ميك اب ريموفر للووتر بروف. ثاني منتج بوريكم اياه هو هذا التونيك حق الوجه هم من كلارنس. اللي يميز المجموعه هذه ان كلهم حجمهم زين، يعني لا هو صغير ولا هو كبير. هذا مثلا 100 ملي تونيك حق الوجه، طبعا التونيك انت تحطينه على وجهك باي وقت. وحطي لكم غسول، شوفوا ايش حالات الغسول، وايد رهيب، حجمه ممتاز اكبر من اللي انا عندي اياه. بعد حطي لكم غسول فوم مع شيا بتر، عجيب يعني ريحته راح تكون ريحة الشيا بتر، دراي اور سنسيتيف سكن، بشرة ناشفة او حساسة. هم هني حق النورمال البشرة العادية، هذا احلى من اللي انا قاعدة استخدمه. بعد اكسفولييتنج كريم، الاكسفولييتنج كريم هو عبارة عن صنفرة وايد ناعمة حق البشرة، كلش ما تأذي البشرة. هذا وبعدين هذا شنو، هذا حماية من الشمس. بس هذه المجموعة كلها هاي تنفع حق السفر، ممتازة الأحجام وايد ممتازة. طبعا ما شاء الله ما تم بلوجر والأحد من سيلبرتيز بوتيكات ما سالفوا عن، الحين أحط لكم الاختصار مالهم. اللي يميز مال البشرة الدهنية إنه باللافندر، والثاني مال البشرة الجافة والعادية إنه بالكاموميل، مهدئ للبشرة ينن. هذا الشغلة الأهم، شوفوا الحجم مو صغير مو ميني، الحجم يكفي وايد. أوكي شيء إنه المواد الكيميائية اللي فيها قليلة جدا، أسعارها جدا مناسبة ممتازة. كلارنس حاط لكم في نفس البوكس مرطب للبشرة من بعد التنظيف، يناسب البشرة المختلطة إلى الدهنية. أنا استخدمت الهيدرا كولكشن من كلارنس المرطب، واستخدمت الماسك مالهم كان روعة صراحة، وايد حلو، يترك لك بشرة حريرية، بشرة نظيفة وطرية في نفس الوقت. المرطب جدا مهم بنات بشكل يومي، سواء كان تبين ليل أو نهار. هذه المجموعة تستخدمينها صبح وليل، تساعدك في ان انت تغذين البشرة وترطبينها وتتخلصين من الدهون الزايدة اللي بالبشرة وحتى السموم. المجموعة وايد حلوة، غير ان هي يعني برنامج عناية كامل، احجامها وايد صغيرة يعني الحجم لابج تقدرين تاخذينه وياك حتى بالسفر. والميزة بعد الأهم في كل هذا أن كل هالمجموعة سعرها ما يجي سعر منتج من منتجات كلارنس، بس هم سوينا أوفر وحاطينا في هذا البوكس بسعر جدا ممتاز. نفس هذا الباكيج، نفس هذه المجموعة، راح تلاقون مجموعة ثانية خاصة بالبشرة العادية إلى الجافة. البنات اللي ما عندهم هالبوكس من كلارنس، سواء للبشرة الدهنية أو المختلطة أو للبشرة العادية الجافة، ما عندهم هالبوكس يعني طافهم بمعنى الكلمة. البنات اللي مجربين يعرفوا معنى كلامي ليش وكيف. الحين بخبركم في السنابات أول شيء بكلمكم عن هالبوكس. هالبوكس كامل لتنظيف البشرة وتعقيمها، بنفس الوقت هالبوكس للبشرة المختلطة والدهنية. هالبوكس بأحجامه الصغيرة ينفع للاستخدام للبيت، أو يعني للناس اللي يحبوا يستخدموا الأشياء من البيت أو للسفر. جدا عجيب، أنا ما أخذ للسفر إلا هذول للتنظيف. يعرفوا أن صوفي ما تعلن عن شيء إلا وهي أساسا جربتنه، ولكن هالبوكس يعني والله العظيم يعني أتمنى أنكم تأخذوه وأنتم غامضين. We go, we go, we go, we go, go.